يقول: أرجو أن يشرح لي الشيخ حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لا، الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالحديث يعني يدل على أن المدار على الخواتيم، وأن المدار على الخاتمة التي يموت عليها الإنسان، طيبة أو غير طيبة، فعلى المسلم أن يسأل الله دائما حسن الخاتمة. نعم.